السلام عليكم والله يسعد أوقاتكم. مثل ما بقول على طول، التوزيعة اللي أنت عمالك تستخدمها حاليا هي التوزيعة الأنسب والأفضل إلك. أنا جبت 6 توزيعات مختلفة لحتى أعمل عملية مقارنة بين سرعة الإقلاع من وضع الجهاز مطفي بالكامل لغاية الوصول للواجهة الرسومية وفتح برنامج التيرمينال. الاختبارات الستة عملتها على نفس الهاردوير اللي هو عبارة عن لابتوب أزوس مع مواصفات ضعيفة جدا، المعالج اللي عليه على ما أعتقد هو إنتل سيليرون مع نواتين فقط لغير 4 جيجا من الرام. فهي الأرقام اللي رح نشوفها بعد شوي هي خاصة بهذا الهاردوير، لأن طبعا سرعة الإقلاع بتعتمد على الجهاز اللي عندك. التوزيعات اللي اختبرتها هي أرتش، ديبيان 11، أوبونتو 22.04، زورين لايت، فيدورا 36 النسخة التجريبية، ولينوكس مينت 20.3. بالاختبارات الستة اللي عملته أني البوت لودر اللي جراب كنت حاطه أنه ينتظر 5 ثواني قبل ما يدخل لمرحلة الإقلاع الفعلية، وكنت عامل عملية تسجيل الدخول التلقائي لحتى ما أكون مضطر أني دخل اسم المستخدم بكل واحدة من التجارب اللي ممكن أنها تأثر على سرعة على دقة النتائج. عملت الاختبار مرة واثنين وثلاثة لحتى أشوف هي أرقام هل هي متوافقة ولا لا، وهلا خلينا نشوف شو هي النتائج. يعني كان واضح انه الفرق بين المركز الاول والمركز الاخير فرق من الارض للسماء تقريبا الضعف الا شوي. فارتش يعني اخذ بحدود ال 25 لل 28 ثانيه، ما وصل لل 30 ثانيه، في حين انه فيدورا اخذ بحدود ال 42 ثانيه. هاي الارقام يعني صراحه بالنسبة بحالة فيدورا صدمني جدا انه ياخد بحدود ال 42 ثانية، في حين انه التوزيعات الثانية كانت اغلبها بين ال 28 ل 39 ثانية. بحالة مينت وبونتو يعني ما كان فيها الاختلاف ابدا بين التوزيعتين. ما كان مستغرب انه ارتش وديبيان يكونوا بالمركز الاول والثاني، بس باعتقادي انه بحالة فيدورا يمكن لانها لسه النسخة التجريبية وما صدرت النسخة الاخيرة، بس ما بتوقع انه يكون فيها الاختلاف الكبير. السبب انه فيدورا تعتبر من ناحية الامان امن من ارتش بكتير بمراحل. ارتش ما في عنده اي ميزات امان للأسف، في حين انه فيدورا فيها كافة مميزات الامان ومن اهمها الـ SE Linux. بحالة ارتش لازم انه نحكي بيوم من الايام عن كيفية استخدام الاب ارمر لحتى نخلي النظام امن. الاختبار الثاني اللي عملته هو استهلاك الرام بالنسبة لنفس التوزيعات اللي عملتها بالمرحلة الأولى بالاختبار الأول وعلى نفس الهاردوير، وما غيرت أي شيء. تركت النظام يشتغل دقيقتين ثلاثة قبل ما أفتح برنامج الـ HTOP، وما كنت فاتح أي برنامج تاني. خلينا نشوف كيف كانت النتائج.
وهون مثل ما شفنا كمان أرتش إجا بالمركز الأول مع 415 ميجا فقط لا غير، مع أنه أنا منزله مع واجهة جنوم لحتى يكون متوافق مع أغلب التوزيعات الثانية. الصراحة اللي صدمني اللي كان هو الزورين، باعتبار أنه أنا منزل نسخة اللايت واللي هي بتستخدم الـ XFCE كان في عندي استهلاك الرام بحدود الـ 800 ميجا، يعني رقم كبير إذا ما قارنته بالجنوم على أرتش. لازم أوضح أنه جنوم على أرتش أو تنزيلة أرتش ما كنت مفعل أي خدمات، يعني كانت هي بس مجرد تنزيلة بيزك البيز مع واجهة جنوم، فهذا السبب اللي خلى استهلاك الرام قليل جدا. انت وقت اللي بتروح بتفعل الخدمات التانية اللي بتحتاجها بحياتك اليومية هذا الرقم رح يكبر. بس اللي ما استغربت منه أبدا اللي هو انه أوبونتو عمالها تستهلك بحدود 1.22 جيجا، رقم كبير إذا ما قارنتها بالتوزيعات التانية اللي كانت أغلبها عمالها تتراوح بين ال 800 للواحد جيجا. فيعني أوبونتو 22.04 ما عجبتني أبدا. إذا عجبكم هذا النوع من المقارنات لا تنسوا ضغط زر الإعجاب ومشاركة المحتوى مع أصدقائكم وأصحابكم. إذا حابين تشوفوا مقارنات أكثر أو فيديوهات من هذا النوع اعمل مقارنة بين اكس واي، فاتركوا لي بقسم التعليقات شو هي المقارنات اللي حابين انكم تشوفوها لحتى اشتغل عليها. بالنسبة للأشخاص غير المشتركين بالقناة، إذا شايفين المحتوى مفيد وممتع فلا تنسوا الاشتراك لحتى نتمكن من بناء مجتمع لينوكس وبرمجيات حرة ومفتوحة المصدر أكبر يوم بعد يوم. بلتقي فيكم بالفيديو الجاي وبأمان الله.